يا ابني بقول لك ضربه شعر اخضر. مش حد ضرب شعر اخضر. ضربه شعر اخضر خضار كامل وماشي عادي. وماشي عادي جدا. اداء ايه؟ طب فوقك بس من الخضار ده، انت هتروح النهارده؟ مش عارف لسه. ايه كان ده؟ عاصم يا حبيبي، اللي انت شايفه ده تنين مجنح طول بعرض يتغذى على مشاعر الشباب المسكين اللي زينا. انا مش عارفه انت ازاي بتتعاملي مع المديره بتاعتك بالشكل ده، مهما كانت دي اسمها المديره بتاعتك. كنت جبت اخري خلاص بقى، اعمل ايه؟ هتقول لي قدوه ومش قدوه. طب هتكملوا مع بعض ازاي في الايام اللي جايه؟ مش عارفه هتصرف. الناس دلوقتي مش لاقيين شغل، بيدللوا على الشغل ومش لاقيين، والحياه ما بتتاخدش قفش. الو، اي ماما؟ لا الحمد لله يا حبيبتي. لا جايه بكره ان شاء الله اكيد. اجيب لك حاجه وانا جايه؟ ماشي يا ست الكل. محمد رسول الله يا حبيبتي، مع السلامه. ايه ده، انت رايحه عند مامتك؟ ان شاء الله. بقالي اسبوعين ما روحتش، لازم اروح لها. بس مش عايزه اقول لك بقى، طريق زحمه وحاجه تقرف. استغفر الله العظيم يا رب. طب وحفله عيد ميلادي ايه، مش تحضريها؟ لا ان شاء الله ربنا يسهل. لا شكلك يا امينه هتروحي تقعدي عند مامتك، مش تحضري عيد ميلادي. قلت لك ان شاء الله ربنا يسهل. مش مدحت وانجي هيتجوزوا؟ طب ما يتجوزوا ولا يتطلقوا، انت مالك؟ تكملي على جنابك، انا بحكي لك. تحكي لي عادي يعني، مش قصدك حاجه كده ولا كده؟ تصدق ان انا غلطانه ان انا بحكي لك اصلا. هي مش البنت دي اللي انت عرفتيني عليها في فرح ليلى؟ مش ممكن. سوسه سوسه ما بتنسيش حد. اصل البنت دي مش ممكن تتنسي ابدا. ام وان شولدر دي ودراعها عامل زي صباع اللانشون، ما تروحش من الذاكره ابدا. تعرفي ان هي لايقه على مدحت، ومدحت لايق عليها، والاصناف اللي زي دي لما بتتلم على بعضها بيعمروا، لا يمكن يتطلقوا ابدا، شبه بعض. طب يلا اغسلي الطبق اللي في ايديك ده عشان احط لك مكرونه. ايه تحطي لي مكرونه؟ مش لما اخلص وجبتي الاول؟ طب انا غلطانه، خليها تبرد اهي. ما تبرد يا ستي، خلاص اصل هقطع ان انا اخش على المكرونه. غريبه، واحد ما يعرفش يتهنى على لقمه عندك ابدا. الو يا نادر، ازيك عامل ايه؟ لا انا عند اميره في البيت. عندها. لا بجد، ايه المفاجآت الحلوة دي؟ طب يلا يلا، مع السلامة. نادر جاي كويس عشان ياكل المكرونة. أمه ده عياله. على فكرة بقى، المشكلة مش في جوزك، المشكلة فيكي أنتِ. أيوه، عاملة حوار طويل عريض ملوش أي لازمة. إحنا كده على فكرة، غاويين نكت. هو في الآخر مبسوط. هي رجالة تبعها كده. يعني المفروض نعمل إيه دي؟ ولا حاجة، نعمل زيهم. والله بتضحكوا. نعمل زيهم، يعني اللي احنا مش حاسينه معاهم نروح نحسه مع أي راجل تاني عادي جدا، وبكده هنبقى مبسوطين ومرتاحين وبالنا رايق زيهم بالظبط. دينا، انت تعرفي عادل ده؟ عادل؟ عادل مين؟ أظن شفته معاكي كده مرة. اشمعنى؟ مفيش، يعني كل ما احط صوره يعمل لي لايك، يكتب لي كومنتات حلو. خيبه عليك يا عادل، مش هيبطل ابدا.